أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم القائمة المختارة للاعبين الذين سينضمون لمعسكر أحفاد الفراعنة في نوفمبر الجاري. ويعسكر منتخب مصر في الفترة من 7 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري، ويواجه نظيره البلجيكي ودياً في آخر أيام المعسكر. وضمت قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر ومباراة بلجيكا الودية 7 من نجوم الزمالك، هم الحارس محمد عواد والظهيرين عمر جابر وعبدالله جمعة والمدافع الشاب حسام عبد المجيد ودينامو الوسط إمام عاشور والجناح الهداف أحمد سيد زيزو والوافد حديثا للقلعة البيضاء عمرو السيسي. وكان فيتوريا قد تولى المهمة الفنية لمنتخب مصر الأول في الصيف الماضي خلفا للمدير الفني الوطني إيهاب جلال، نجوم الزمالك 7 في مهمة وطنية مع أحفاد الفراعنة خلال ودية بلجيكا قبل العودة للصفوف البيضاء واستئناف مباريات الفريق على المستوى المحلي والقاري.